بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جايبه لكم نظام غذائي بيخسس 3.5 كيلو في الأسبوع. الصبح بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة، نص كوباية مية مضاف لها معلقة صغيرة عسل أبيض ومعلقة صغيرة خل تفاح أو عصير نص ليمونة. طبعا الناس اللي عندها مشاكل في المعدة يمتنعون عن خل التفاح والليمون، ممكن يستبدلوهم بثلاث نقاط فيتامين سي. بعد نص ساعة هنتناول وجبة الفطار اللي هي عبارة عن بيض مسلوق أو جبنة قليلة الدسم بالخيار أو فول مع سلطة أو ثمرة فاكهة أو زبادي بالشوفان أو لبنة بالزعتر أو سلطة التونة أو جبنة قريش بزيت الزيتون وعليها زعتر أو رومي مدخن مع سلطة. ممكن نتناول ربع رغيف البلدي، لكن اللي عايز يخس أسرع يستغنى عن العيش. بين الفطار والغدا ممكن ثمرة فاكهة، وبيراعى عدم تناول الفاكهة مع الأكل، ولازم تكون قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بثلاث ساعات. الغدا بقى شوربة قليلة الدسم وسلطة وبروتين حيواني مشوي أو في الفرن زي السمك والفراخ أو اللحمة، مع مراعاة بقى إن احنا منكترش من اللحمة أو البروتين النباتي زي البقوليات. البقوليات ده بروتين نباتي وبيحتوي كمان على نشويات وبيحتوي على سعرات عالية، علشان كده احنا بنفضل اكلها بالنهار ومش بعد المغرب. ويجب ان احنا نتجنب الدهون الحيوانية، وممكن اضافة الدهون النباتية زي زيت الذرة وعباد الشمس وزيت الزيتون وزيت الكانولا والزيت الحار اللي هو زيت بذر الكتان اللي احنا بنحطه على الفول ده. بيراعى بقى البدء بالشوربة والسلطة قبل وجبة الغداء. بعد الغداء بثلاث ساعات ثمرة فاكهة. العشاء هيكون عبارة عن بروتين حيواني وأسماك، تونة، دجاج مشوي أو لحمة مشوية. العشاء بقى هيكون بروتين حيواني زي مثلا الأسماك أو التونة منزوعة الزيت طبعا ومعصور عليها ليمون، دجاج مشوي، لحمة مشوية، كفتة مشوية، بروتين بس. تمام، طبعا هنتجنب البقوليات لأنها بتحتوي على نشويات. بالمناسبة البقوليات لو احنا بنستخدمها في الغداء بيكون نص مج او كوباية صغيرة مقدار، يعني 100 ملي تقريبا، مش هنكتر عن كده. لكن لو هو خضار هيكون 2 مج، لو خضار اللي هو اخضر زي اللوبيا الخضراء او الفاصوليا الخضراء بالقشر بتاعه طبعا لانه بيكون اخضر، واخدين بالكم، بيكون القرن كده على بعضه، يبقى 2 مج لانه بيكون فيه نسبة الياف عالية جدا. تمام، نرجع بقى للعشاء تاني. ممكن ان احنا نتجنب الخضار المطهو، تمام، لكن وكمان بنراعي تجنب السلطة لانها صعبة في الهضم، الا اذا كان العشاء قبل النوم ب6 ساعات. تمام، كمان منتجات الالبان قليلة الدسم زي الزبادي او الحليب او اللبن. اللبن غير الحليب بالنسبة للدول العربية، مش زي مصر، احنا في مصر بنقول اللبن والحليب لشيء واحد. تمام، العشاء ممكن يكون زي الفطار بالظبط، قبل النوم بساعة او ساعتين. تمام، قبل النوم مباشرة بقى بيكون علبة زبادي عادي او قليل الدسم، هنضيف عليه نص ليمونة، وممكن كمان نضيف قرفة او نضيف معلقة صغيرة شوفان مطحون او بذر الكتان برضو مطحون. بالنسبة بقى للناس اللي بتعاني من التهابات في المعدة، ممكن تستبدل عصير الليمون ب6 نقط من فيتامين سي. بلاش يا جماعة عصير ليمون، وبلاش كمان خل تفاح. تمام، الناس اللي عندهم مشاكل في المعدة يمتنعون عن عصير الليمون وكمان خل التفاح. الزبادي بليمون ده جميل جدا، خطير، لانه بيساعد على الحرق اثناء النوم، وممكن كمان يحرق حوالي 80 جرام دهون. تمام، هديكم بقى شوية ملاحظات كده مهمة جدا. بعد كل وجبة هنتناول شاي احمر مضاف اليه عصير نص ليمونة.
بيراعي عدم الإكثار عن 3 كوب في اليوم بالنسبة للشاي الأحمر. الفاكهة بتكون قبل الوجبة بساعة أو بعد الأكل بثلاث ساعات. يراعي عدم أكل فاكهة بعد المغرب لأنها بتحتوي على نشويات، ممكن برتقانة واحدة بس. البطاطس هناكلها مسلوقة أو مشوية أو بيوريه، وفي فيديو أنا عامله لكم طريقة عمل البطاطس البيوريه، دوروا كده على في القناة على الفيديو بتاع البطاطس البيوريه. وطبعا انتوا عارفين ان اي حاجة بعملها في المطبخ بيكون لونها، لون الصورة المصغرة من برة لونها اصفر ومكتوب عليها العنوان بخط احمر، تمام؟ يبقى البطاطس يا اما مسلوقة او مشوية او بيوريه، تمام كده، طبعا بدون بروتينات معاها، والمكرونة بدون دسم، وممكن يكون معاها خضار او سلطة، وتكون مسلوقة 3/4 سلقة. لما نيجي نستخدم بقى السكر، نستخدم السكر الدايت ومش السكر العادي، تمام، سواء كان سكر ابيض او اسمر بلاش سكر خالص. ممكن بقى نشرب المشروب الحارق قبل الاكل بربع ساعة، ده مهم جدا 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 ان احنا نتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في شرب المية، يعني ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. من اهم الحاجات اللي عاوزة انصحكم بيها هي الرياضة والمشي السريع، مهم جدا جدا جدا، كل يوم او على الاقل خالص 3 مرات في الاسبوع. شرب المية بكثرة على مدار اليوم ده مهم، كمان مهم كسر النظام كل اسبوع بدون افراط، يعني نكسر النظام، ممكن نتناول حاجة نفسنا فيها طول الأسبوع نفسنا ناكلها ونعينها لآخر الأسبوع، لكن يا جماعة بدون إفراط. أنصحكم بقى بيوم مشروبات كل 3 أيام يعني قدر المستطاع. لابد بقى من الكشف عن الغدة الدرقية، ودي أهم نقطة في الملاحظات اللي بكلمكم عنها. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، و يا رب كلنا نخس بصحة وعافية كل المستمعين. ولو الفيديو ده عجبكم ياريت تشاركوه لغيركم علشان هو كمان يستفيد منه. حاولوا لما تعرفوا معلومة ما توقفوهاش عندكم وتنشروها لغيركم علشان يستفيد منه. كمان اللي لسه مشتركش في القناة ياريت يشترك فيها علشان اي معلومة جديدة بنزلها لكم توصل لكم اشعار بيها ان شاء الله. ما تنسوش بقى اللايك، وده يعني حاجة بتسعدني جدا، وقال لي شيء ممكن بس بصمة ايدكم كده تضغطوا على اللايك. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shake it, baby.